شوفي، بعض كما نقول لك الاشياء السيئه في المجتمع الجزائري والظواهر يعني السلبيه اللي راهي كما نقولوا في الوقت كما هذايا اللي عايشين فيه، انه يعني كل واحد يحب يعرف العيب تاع جاره، يحب يعس جاره، يدخل خرج واش دار واش شرى واش هذه، ما هو كما نقول لك هذه الاشياء ما همش لا من الدين تاعنا ولا من التقاليد تاعنا ولا ماش يعني كما يقول لك الانسان كل واحد مادا به يعس روحه، يعس روحه هو صح. كي تشوف انت اذى كما نقولوا هذا جارك يدير فساد في هذيك الدار تاعو، وانت جارك يجيب لك ناس غرباء يدير لك امور كذا، هذيك راني معاك. بصح انت تشوف واحد مع الزوجه تاعو ولا مع بنته ولا مع الاخر خرج بغات تشوف فيه هكذايا قلت احترام، اسكو انت تقبل كي تجي تخرج مع الزوجه تاعك هذاك الجار يشوف فيك؟ هذه ماهيش من التقاليد تاعنا، وهذه لازم نولوا للاسلام كما يقولوا حتى حق طريق، يعني انسان قاعد في طريق نهار كامل ويجيني في الناس طريق وعندها حقها، يعني لو كان نولوا للاسلام نولوا للتقاليد تاع جدودنا برك، ما نقولش الاسلام باسكو الاسلام رانا هاربين بزاف، لو كان نولوا للتقاليد تاع جدودنا برك كما يقولوا هذو كاع الامور هذو ما يصراوش حتى في الشارع، يعني حتى في الشارع يعني ما تقدرش تمشي مع بنتك ولا مع مرتك ولا مع وليدك، ولا انا ملي داك نتلاقى مع ولادي نقول لهم روحوا باسكو على بالي راح صرا لا باغا.